صباح الخير. صباح النور ساريه. اهلا تفضلي. انا رح اجي اقعد جنبك ساريه لحتى اخذ منك خلاصه القول. شو كيفك يا ساره؟ الحمد لله. صباح الخير. صباح النور. سمعتينا اكيد واحنا قاعدين بنحكي عن مضيفات الطيران. اكيد. وكيف احيانا بتقدر مضيفه الطيران خلال سفرها انها تتعرف على ثقافه بلد وتستثمر فيها، مع انه يمكن ما عندنا الوعي الكافي انه احنا نعرف شو هي الطريقه الصحيحه للاستثمار، ولشخص بده يبلش او خلينا نقول في بداياته شو اول خطوه ممكن يعملها. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا بيكم. شكرا النور. جدا على الاستضافه الجميله. نورتي. ونو وندر برضو انه فكره الطيران والسفر والمضيفين دي من اكتر الحاجات على فكره اللي بتخلينا ناخد استثمارات في البلد هنا، لان دبي عندها اكبر مطار دولي موجود، ففي passengers كتير، في على طول visitors. فأم linking it to the topic اللي انت كنتي تتكلمي عليه which is بداية لذيذة. بالنسبة لدبي وبالنسبة للاستثمارات في الإمارات عامة، دي بتنتشر بصفة عامة على البلد وعلى كل الإمارات. بنبدأ بيها من مستوى الإيجارات ومستوى الشراء. بنرشح فكرة الاستثمار في البلد علشان في investment opportunities هايلة جدا بتبدأ في أكتر من إمارة، منها دبي والفجيرة وراس الخيمة. That's it so far. سارة، حبيت تعليقك إنه الناس بتهتم بأن هي تستثمر في دولة الإمارات بسبب كمان التقدم والتكنولوجيا اللي موجودة، فما بيبقاش في أي قلق. بمناسبة القلق بقى، الخوف من الاستثمار، يعني أنا مثلا بيكون معايا مبلغ بسيط ما بقاش عارفة أعمل بيه إيه ولا إيه. تمام. ببقى محتارة، وحتى إذا حابة أخد شقة مش عارفة أنه أنا أأجرها، أحولها مكتب، أعملها شركة، أبقى أعمل إيه. ده نقطة. نقطة تانية هو انعدام أصلا ثقافة الاستثمار ما بيننا إحنا فئة الشباب. فإيه رأيك في الموضوع؟ رأيي أنه أنا أوافقك جدا الرأي، لأنه أنت أول ما بدأتي الكلام قلتي لو أنا معايا فلوس مش عارفة أعمل بيها إيه. فالناس بتتعامل مع العقار as a concept ان انا معايا فلوس بحطها وخلاص. صح. طب انا قبل ما اعمل ده زي اي مشروع انا محتاج اعمل الدراسة بتاعتي، محتاج اعرف الريسك، محتاج اعرف انا بانفست ليه، او انا عايز اوصل لايه، او ايه التايب بتاع الانفستمنت اللي فولفيل النيد بتاعتي. فمحتاج اعمل دراسة بسيطة خالص، يبقى عندي ابسط المعلومات اللي بتخليني عندي دراية بالقوانين، الحاجات اللي بتحفظ حقوقي، ايه اللي ليا وايه اللي عليا سواء كنت انا مستثمر او مستهلك، عشان ما اقعش في اخطاء. زي ما بفتح اي بزنس بعمل ستاديز ريسك كالكوليشنز، بعرف الرولز اند ريجوليشنز. فدي حاجه من الحاجات اللي في ناس كتير بتمس. الناس بتعتمد على انه الموضوع بمنتهى البساطه فلوس او بنك بيمول وبستثمر. فدي حاجه احنا محتاجين نشتغل عليها. ابتدت تبقى موجوده اوريدي، ابتدى يبقى في برزنتيشنز كتيره، ابتدى يبقى في محاضرات، ابتدت دايره الاراضي والاملاك تعمل تنميه لحاجه زي كده، لحقوق حمايه المستهلك والمستثمر. بلس ان ابتدى في سيشنز للشباب وفي كورسات ان يبقى سيرتيفايد ويبقى عارف العقار ده بيوصل لايه، وبيبقى في دلوقتي مع السيلز قبل ما بنشتري بيبقى في ووكينج ثرو التور، بعرف البروبرتي، بعرف الانفستمنت. ابتدت الناس يبقى عندها اكتر اسئله، ابتدوا يعرفوا اكتر ويفهموا اكتر ويسالوا اكتر، وده بيقول ان احنا بنتفوق وبنموف فورورد في الليفل اوف اديوكيشن في حاجه زي كده. طيب ساره، شو نحن كشباب مثلا داخلين هذا المجال، شو الصعوبات اللي ممكن تواجهنا، وقد ايه مهم الوعي انه العقارات هو سوق في ربح وفي خساره؟ يعني في ناس بتخاف كمان نوار من المجازفه. صح. طيب، في اي حاجه في الدنيا لما بنيجي نفتح فيها بيزنس او بنخش فيها لازم يكون في ريسك، ده طبيعي. صحيح. في الحياه في اي حاجه. فاي واحد بيبروميس 100% جارانتي بروفيت ده مش موجود، الكمال لله وحده. احنا بنتكلم دلوقتي عن بيزنس والتجاره اصلها مكسب وخساره. لو عملت المذاكره بتاعتي كويس الريسك بيقل تماما. الحاجات اللي ممكن تكون تشالنجينج بالنسبه لاي شباب ان هو ما يبقاش عنده المعلومه الصح. بمعنى ايه؟ انا داخل العقار ليه؟ انا عايز اشتري حاجه اسكن فيها، ولا انا عايز اطلع حاجه اطلع منها بروفيت، حاجه يكون عائد اخر او دخل ثابت اخر، ولا انا بشتري عقار عشان انا معايا بالك مثلا مش عايز اخسره وعايز اصبر عليه شويه وفليب مثلا بروبرتي، اعمل اعاده بيع واعمل مربح. فلاك اوف انفورميشن في الحاجه زي كده بيؤدي للتشالنجز دي، عشان بعدها لو يو ديد نوت ميت الاكسبكتيشنز بتاعتك بيبقى الانسان مش صبور. والعقار لازم يكون فيه صبر ولازم يكون فيه ثقافه. فدول التو بوينتس اللي احنا كنا بنتكلم عليهم في الاول which is مهمين جدا. الاول يبقى عندي درايه، عندي ثقافه، فاهم الماركت، وعندي صبر. العقار ده
اسيت، يعني مش بزنس، مش هينفع احط فلوس دلوقتي حالا واستناهم هلا. مزبوط. يمكن كمان حتى عرفنا مقوله بتقول انه العقار بيمرض بس ما بيموت 100%. قد ايه كمان المفروض يكون العقار او خلينا نقول مناسب لنوع الاستثمار؟ فلنفترض مثلا مثلا شاب في مقتبل عمره، هل بتفضلي مثلا انه يروح يستثمر بارض ويبني عليها، او يتاجر مثلا شقه صغيره، استوديو، غرفتين وصاله، لحتى يقدر يبلش او خلينا نقول يحط رجله على اول الطريق؟ طيب لما بنتكلم في فكره الاستثمار، الاستثمار دي كلمه عامه بنص تحتيها اكتر من معنى. ممكن استثمر عشان انا محتاج دخل دلوقتي، ممكن استثمر لان انا محتاج بيت ليا ان فيوتشر وايز لو انا هتجوز او سو اون. فانا محتاج احدد الجزء ده على اساسه اقدر احدد الاستثمار. الارض موجوده كاستثمار، الشقق موجوده، تحت الانشاء موجود، كل ده بيرجع ليه انا محتاج اوصل لايه وقد ايه معايا فلوس. الفلوس بتحدد حاجه زي كده برضو، لانه بيكون في عقارات تحت الانشاء بتكون بأقساط ميسرة للشباب، والحكومة موفرة حاجات زي كده كتيرة جدا، ودي كانت من أصعب الحاجات. يعني زمان كان لازم الواحد يدفع التوتال أماونت علشان يقدر يتملك حاجة، دلوقتي الموضوع بقى أريح، البنوك بقت مور فلكسبل، فبنقدر نوصل لحاجات كتيرة. حلو. وكمان بشوف من الأمور الهامة اللي أنا شخصيا ركزت فيها قبل ما فكر أن أنا أشتري عقار أو أخد شقة، المنطقة أو المكان يا سارة قد إيه بيتحكم في سعر العقار نفسه، بيتحكم في أمور كتير أنت طبعا أشطر مننا فيها، كلمينا عنه. طيب تحديد المكان ده بيحدد بنسبة 60-70% نجاح الانفستمنت بتاعتي. بمعنى ان انا اللوكيشن ده هو اللي بيحدد قيمة العقار وهتوصل فين للمستقبل، وده يندرج برضو تحت الثقافة والدراية بالماركت نفسه وبالعقارات. فدي من اهم الحاجات، وبشكرك جدا ان انت وضحتي حاجة زي كده، لان في عملاء كتير ما بيبقاش عندهم دراية، هو مجرد بيبقى شايف سعر مش قادر يتخيل انه الموقع بيفرق جدا. يعني اللاند ماركس والداون تاونز والحاجات اللي على البحر، الحاجات دي بتفرق بنسبة 60-70%، خلت لي الاسيت والانفستمنت بتاعتي سكيور، لانه خلاص انا عارف المنطقة دي رايحة فين، غير لما بكون رايح لحاجة مجهولة انا مش عارفها. فدي من اهم العوامل لنجاح الانفستمنت. مزبوط. حتى كمان يمكن نوار قلتي لي مرة انه الواحد اللي بيستثمر شيء قريب مثلا من البحر او من الداون تاون بيصير عليه حتى عملية البيع اسهل. صح بالضبط. بس بدي اخبركم عن قصة، يمكن هي احدى المعايير. الفكرة انه بنات لما تشوفوا مثلا اعلانات شركات الاستثمار والعقارات لها مغرية جدا. صح. تحتاري انا وين روح على اي شركه ومع مين اتعامل. ذكرنا اهم المعايير اللي هي المكان، شو في معايير ثانيه ممكن انا اخليها ببالي لحتى اختار الاستثمار الصح؟ طيب المعايير بالنسبه لي بتفرق في المكان ده بيدي لي برودكت عامل ايه ومين اللي هيكون طالبه، لان انا لما بستثمر معناها ان انا في عندي كلاينت تاني بعدي، او في عندي مستاجر او مشتري اخر، فانا بدور الكوميونتي ده بيوفر الحاجه دي اللي بتفلفل النيد تبعي ولا لا. هل انا بوصل في الاخر ان انا عندي المشروع المناسب بيدخل لي الدخل المظبوط في المنطقه دي ولا لا؟ كل المناطق وكل المشاريع بتكون ناجحه، بس كل واحد بيوصل لحاجه تارجت معين شخصي لي او سبب الاستثمار لي. فبعين الاعتبار ان انا ابقى عارف من الاول قبل ما استثمر المنطقه دي، هل هي هتبقى منطقه تجاريه، هل هي منطقه سكنيه، هل هي حاجه للمعيشه، علشان احط ده في الحسبان من الاول. حلو. بشوف كمان من الامور اللي الناس بتتساءل عنها سارة، مش بس في دوله الامارات حتى بقيه الدول العربيه، عامل الطمانينه تجاه شركة العقار اللي أنا بشتري منها، أنه يا ترى الشركة دي هتسلمني زي ما اتفقت معايا، يا ترى الشركة دي مثلا مش تنصب عليا، مش تضحك عليا، مش هياخدوا مني المقدم وما عرفهمش، أو أروح يقولوا لي هنا هيكون المكان وأنا مثلا مصداقية. عامل الطمأنينة قد إيه مهم أنه السيلز أو الشخص المسؤول أنه بيبيع لي العقار ده يطمني، يديني إثباتات، يديني ورق، أو أنت كمان قولي لي أنا كشخص بيفكر عايز يروح يشتري أسأل على إيه عشان انا اكون مطمن. تمام. اول حاجه بيكون الشخص اللي انا بتعامل معاه لازم يكون موثق من جهه حكوميه، وبيكون معاه زي بطاقه زي هويه كده بتقول ان هو مرخص وهو عارف كل القوانين اللي بتتمثل في العقارات. تاني حاجه المطورين كلهم واغلبهم وسبيشلي في دبي بيكون في حساب ضمان، بمعنى انه ده بيكون اسم مشروع في بنك تحت إدارة الحكومة، بيضمن للمستثمر حقه وبيضمن للمطور حقه. بمعنى أنا ما أقدرش أطالبك بالدفعة نفسها أو بالإنستولمنت غير لما نسبة الإنجاز بتاعتي تواكب
اللي كتب في العقد. فده بيضمن لك ان انا هسلم وان انا هبني في معادي، مش هيحصل تاخيرات. المشاكل دي كانت موجوده زمان، بس الحكومه عدلت كل الحاجات دي، ودبي بقت من افضل الدول في الحاجات دي، والامارات بصفه عامه، ان احنا بنوصل انه بنامن للمستثمر والمستهلك كل حاجه. ففي حسابات ضمان، في اشراف من الحكومه على حاجه زي كده، بلس بيبقى في جارانتيز في الكونتراكت نفسه في العقد بتنص على الحقوق دي. حلو. يعني كمان قلتي قبل شوي دبي معروفة انها يعني خلينا نقول زهرة. مزبوط. وهلا عنا جاي اكسبو 2020 اللي راح يكون، او خلينا نقول راح يحدث تغيير في مجال العقارات. شو ابرز التغييرات اللي راح تصير؟ سمعنا بيقولوا راح يطلع باكسبو 2020 راح يرتفع سعر العقار، بعديها راح ينزل. انت كشخص على دراية بهاي المعلومات، كيف ممكن توصف الوضع؟ طيب، هو اكسبو مش موضوع الست شهور خالص. هو اكسبو ده ايفنت بيحصل في بلد بيغير اقتصاد كامل. صح. فلما هنقول ان هو يعمل انتعاش او يغير العقار فاحنا بنظلمه. هو حجمه اكبر من كده. احنا بنتكلم في استثمارات بدات من 2013 لحد 2031 هتوصل في حدود 122 بليون. فلما نتكلم على فيلد العقارات فقط يبقى احنا فعلا بنظلمه ومش بنديله حقه على كل الافورتس والمجهودات اللي موجوده. ده بيغير شكل عام اقتصاد بلد، وعلشان كده ان الحكومه والدوله بادئه بالانفراستراكشر، البنيه التحتيه، تامين المستهلك والمستثمر. فده هيغير كل حاجه وهتختلف اشكالها والوانها. بس انا يعني انا بؤمن جدا بالتغيير اللي بيحصل بسرعه جدا، بيروح بسرعه، ايزي كوم ايزي جو. فالموضوع بياخد وقت تدريجيا ان هو يتصاعد ويطلع. وحاليا الاستثمارات في دبي وفي الامارات بصفه عامه من اعلى الريكوردز. هديلك مثال، لما انت بتقولي لي هيتغير، هو احنا اوريدي في تغيير. السنه اللي فاتت اسبر دبي لاند ديبارتمنت، دايره الحكومه والاراضي في دبي، يعني 2.2 بليون دولار worth of transactions. فاحنا بنتكلم في رقم اضعاف السنين اللي فاتت. فاوريدي ده حاجه من الحاجات اللي اتغيرت، فكره الاستثمار اللي داخل البلد، زائد ان احنا التعداد السكاني سنويا بينمو ستادي 5%. فدي حاجه من الحاجات اللي اوريدي بتافكت بصفه عامه الاقتصاد، مش بس العقارات، لان الناس دي هتيجي هتسكن هتخرج. صح، هتعمل كل حاجة. كمان من المظاهر الجميلة اللي بشوفها كمان في دولة الإمارات هي المعارض العقارية اللي بتتم، سارة، إن أنا أقدر أشتري في دولة تانية وأنا داخل الإمارات. يعني وده حصل مع ناس كتير بيكونوا مثلا قاعدين عايشين هنا بس بيستثمروا في باكستان، في الهند، في الصين، في اليابان، في المغرب، في مصر، من خلال المعرض العقاري. أنت كخبير في المجال ده بتشوفي أهمية المعرض لفئة الشباب إن هم يروحوا حتى يطلعوا بس على الموجود أو العروض الموجودة داخل المعرض؟ هي المعارض دي عملت زي التكنولوجيا، بتجيب لي الحاجة لحد عندي، مش محتاج أروح، بيبقى في كل التفاصيل اللي أنا محتاجها كأن أنا رحت هناك. احنا من اكتر الدول المستفيده بده على فكره، لانه في ناس كتيره جدا جدا بتشتري في دبي من غير ما تزور دبي تماما ولا عمرها جت. وده بيدل على النجاح والثقه اللي الناس بتشوفها في الحكومه وبتشوفها في الدوله. انا اظن ان المعارض دي من انجح الحاجات اللي بتكون موجوده، وبتسجل اعلى نسبه ارباح واعلى نسبه مبيعات، وده بيدل على نجاحها والثقه بتاعتها وثقه الناس في الاداره تبعها. طيب، هل هي خاضعة على شروط وأحكام معينة؟ يعني أنا مثلاً إذا بمعرض واستثمرت بتركيا وأنا من الأشخاص اللي ما رحت على تركيا ورحت لحتى زور هذا الشيء اللي أنا استثمرته ولقيت إنه هو غير مطابق تماماً للمعايير اللي عرضت علي بالمعرض، شو ممكن يتصرفوا بهاي الحالة أو شو ممكن يصير؟ هل ممكن يرجعوا الاستثمار أو تقدر تجيب حقك بسهولة، خصوصاً أنك عم تستثمري من دبي؟ الاستثمار من بلد أخرى ما بيطبقش عليها القانون. هي الفكرة كلها بيبقى أنه العقد نفسه والمطور أنت تعاملك بيكون هناك، فما بيبقاش الموضوع أنه الإمارات انفولف في فكرة العقود ولا استرداد للحاجة. لأنه مثلا إحنا بنبيع في أكتر من دولة أخرى، لما بيحصل أي خلاف ولا بيحصل أي حاجة بيرجعوا لحكومة دبي. فالموضوع بيرجع لحكومة كل بلد أو بيرجع لكل منظمة، سواء كانت هي مؤسسة حكومية أو مؤسسة خاصة. فالحاجة دي قبل ما بنشتريها بنرجع للنقطة الأولى اللي هي أهم حاجة، ثقافة، أبقى عارف حقوقي كمستهلك وحقوقي كمستثمر إيه، علشان ما أعرف الأخطاء دي، وأبقى عارف إزاي أنا محمي بالعقود،
ايه الحاجات اللي انا ممكن مثلا متخوف منها فانا استشير فيها محامي او استشير فيها اهل الخبره. ويعني ما اظنش في اكتر من الخبيرين العقاريين وموجودين وطول الوقت افيلبل يعني فري كونسلتيشنز. ف يعني الناس ممكن تسال الاول قبل ما تبدا تحط فلوس وتستثمر في بلد او اخرى. حلو. انا اكتر حاجه حباها فيكي هو شغفك بالموضوع. انا عصبيه كمان بالضبط ومعلوماتك كتير ما شاء الله عليكي. احنا يا ساره بنتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله من اعلى لاعلى من نجاح لنجاح. نورتينا النهارده وشكرا على المعلومات القيمه وان شاء الله نستثمر معاكي في المستقبل. انا ونور خلينا نطلع بريك وبنرجع تاني.